هم يزوروا محافظة قنا ويستكشفوا ثروات محافظة قنا. محافظة قنا لسه محافظة بك فيها العديد والعديد من الثروات. يعني يكفي اقول لحضرتك احنا عندنا في صناعات تعدينيه كالفوسفات والاسمنت، واصلا طبعا قنا بلد زراعه على الوضع في المقام الاول. يعني احنا بننتج حوالي 3 مليون طن سكر، طن قصب سكر يوميا، 300,000 سكر. في عندنا في قنا منطقتين صناعيتين، منطقه الكلاحين بقفت، ودي تقع على مساحه 386 فدان، بالاضافه لمنطقه هو اللي موجوده في نجع حمادي، ودي 500 فدان، فيهم 285 مصنع. الحمد لله في عندنا حاليا 63 مصنع منتج، وباقي بدا في يشتغل، وفرصه للمستثمرين ان هم يجوا يستثمروا في محافظه قنا. بالاضافه عندنا منطقه حره موجوده في محافظه قنا، وبالاضافه عندنا مجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه، وده احد مجمع من 13 مجمع عمله سياده الرئيس في جميع المحافظات. وكانت الحمد لله رب العالمين محافظه قنا ليها حظ ان هي لينا عندنا احد هذه المجمعات، ودي فرصه للمستثمرين ان هم يتفضلوا يدخلوا هنا ويستثمروا اموالهم، لان البنيه التحتيه اللي بتتم في جميع المجالات عشان اصلا لدعم الاستثمار وجذبه للعمل في المحافظات. نعم. بالنسبه للمستشفى الاورام، الحمد لله المستشفى ما توقفتش عن العمل، المستشفى تعمل بكفاءه يوميا، انا بزورها باستمرار، وامبارح كنت قاعد مؤتمر مع السيد وكيل الوزاره والسيد مدير المستشفى. عندنا يعني متوسط الحالات الموجوده فيها تقريبا حوالي 40 حاله تدخل تتعالج. العلاج اللي بيتم داخل المستشفى كله علاج الكيماوي. ابنائنا طبعا بيلاقوا رعايه في المستشفى، رعايه كامله، المستشفى حديثه متطوره ما فيهاش اي مشاكل الحمد لله، فيها رعايه عنايه مركزه للمرضى. وبالتالي ان شاء الله احنا اي حد محتاج الخدمه الطبيه داخل المستشفى فاحنا جاهزين استقباله. زي ما حضرتك نوهت كده، واحد ابنائنا كان عنده مشكله في ورم، وان شاء الله باذن الله نعملها له في قريب العمل.